هو اهلو كيرجع كيتغدى كيدخل كيسيبو فيه الشكايا وسيبو فيه يلا عدلو اهلو من جديد هاك طبو جداد طبو شراهم جداد شوف عدلوهم من جداد شوف دابا عندهم واحد الكارلو طرفين. اذا متتبعينا الاوفياء متتبعي شوف تي في قناتكم قناة الشعب كانت واجدة معكم في هذا المباشر مباشرة من تطوان المدينة العتيقة تطوان وكذلك من الرياض العشاق كما يحلو للتطواني تسميته فتصلوا بين السكان ديال هاد المنطقه اللي حنا متواجدين فيها وكاين شدو كيطالبوا السلطات يرفعوا لهم هاد الطرف اللي كما كتشوفوا معنا خرب طاحوا هادي سنين وما تحيدش الطرف ديالهم اولا تحيد الطرف ديالهم وبقاو الناس كتجي كترمي الردمه ديالها وهاد السكان اللي كريم في هاد البيت هذا كيعيشوا خطوره صعيبه يعني اضطروا كما تشوفوا معنا في هذا المباشر انا غنقربكم فاضطروا فهذو كانوا دروش عموميين ولكن بسبب هذه الكارثه اللي وقعت فيهم بسبب هذه الاسباب اللي متواجده وكذا وبسبب التواجد يعني الله يعفو عليهم كيجيو من هنايا يعني المدمنين يعني المدمنين على الكحول المدمنين على ممنوعات اخرى لا داعي لذكر الاشياء فاضطروا انهم يقوموا ويعملوا واحد الباب حماية لنفسهم وكذلك قاموا بشراء كلب للحراسة بعد ما طلبوا الإذن من القيادة السابقة فنظرا لخطورة الوضع اللي كانوا كيعيشوه هنايا يعني كيقول لك فيما كنجيو كل ليلة كنجبروا كيتمارس هنايا الفساد والرذيلة والإدمان فاضطروا فاضطروا انهم يعملوا هذا الباب اللي كيربط ما بين المدينه القديمه او حي السويقه فقاموا بانشاء هذا الباب باش يخفوا شويه الضرر عليهم ولكن رغم ذلك فالضرر مازال يمكن قسم السور وكيتما كتشوفوا معنا فهنا كانوا ديار رابوا واللي شكلوا عليهم ضرر كبير فهذا هو سور المدينة العتيقة هما كيتواجدوا فهاد الدروج اللي كانوا دروج عموميين ولكن اضطراريا وحماية لأنفسهم قاموا بإغلاق هاد المدخل كما شفتوا معنا فالمدخل هو هذا فقاموا بإغلاقه حماية لأنفسهم ولأطفالهم والضرر اللي تشكل هو كانوا ديار هنا قدامين طاحوا وبقى بنادم كيجي كرمي الشكمبرو كيجي يعني الردمة هاكي قوموا بلح الردمه بقات كتجمع الردمه مع الامطار الخير الاخيره اللي عرفتها مدينه تطوان ف تكون هاد الردمه وكلشي بدا هابط عليهم الدرقه داخل عليهم الدار فاضطروا يقوموا بنداء عن طريق قناتكم قناه شوف تي في بعد ما طرقوا ابواب ديال المجلس البلدي فما كان لهم مجيب فاضطروا انهم يقوموا بهذا المباشر كما نقوموا معكم بالتصريحات للجيران فالحاله الكارثيه اللي كتشوفوها هنايا فهي على هذا الشكل التالي فالمطلب ديالهم هما اعاده ترميم هذا السور وهذا الطريق وانشاء يعني ضوء رابط من هذا الطريق وكذلك يعملوا شي حارس ليلي باش ما يوقعش الافعال اللي كتنقم هنايا راه كما جعلت لهم فهنايا كتمرس الرذيلة وكتمارس جميع انواع المخدرات وكذلك في ماشي واحد ما لقاش فين يبات فراه كيجي وكيبات هنايا في هذا الخرب هذوما وهادي هما اصلا كما كتشاهدوا معنا في هذا المباشر يعني مجاورين ها هو الدار ديالهم راه هي كتبان
فالمطلب ديالهم هو إعادة ترميم هاد الدروج أو هاد المكان ويرجع مكان سياحي ويعملوا عليه حراسة باش يحميهم ويحميو أنفسهم كما كتشوفوا. فهذا الرياض خاوي كيداع، هادو هما الديار اللي كانوا هنايا فطاحوا قبل اللي كيلوحوا الأزبل ديالهم الأزبل ديالهم، وهذا الشيء اللي شكل لهم خطورة على الصحة ديالهم على صحة الأطفال ديالهم، وكذلك شكل خطورة من حيث تواجد الأفاعي وكذلك الفئران وحشرات الضارة. فهاد الشيء بقى كيكثر كيكثر كيكثر، ما بقى لهم جهد طرق جميع الأبواب. فالآن كيطالبوا برفع الضرر اللي كيعيشوه أو عاشوه وباقي كيعيشوهم دابا. كما كتشوفوا الوضع الكارثي، هادشي كامل الرد ما كانت من فوق ولكن بالامطار، فهي هبطت واضطر يحيدها غير هيداني انا بوحديتو. وملي طرقوا الباب ديال المجلس البلدي فتم الاجابه ديالهم بان سنوفر لكم الاليات وانتم تكلفوا بالعمال، فما يمكنش شخص ساكن هنا قاطن هنا كاري غادي هو يتكلف بالعمال ويأديهم، هو انسان يعني الحاله ديالو ضعيفه. ف كما كتشوفوا فهذه هي الطريق، وها هي كطلها هي حديقه مولاي ارشيد مولاي راشيد، يعني صور من اسوار المدينه العتيقه. وكما كتشوفوا الحاله الكارثيه اللي رجعوا كيعيشوها والخطوره اللي رجعوا كيعيشوها. فاحد السكان كما سمعوا في التصريحات ديالو رجع كيخاف على ولادو، مابقاش كيخليهم يخرجوا. بنته صغيره غفلاتو خرجت عطات واحد شي حشره وداها للطبيب، وكانت عاد سوء الحاله ديالها. فهادشي اللي جعلهم يخرجوا اليوم ويهضروا ويعبروا على الغضب ديالهم وعلى هاد النيه اللي كيعتمدوها اصحاب الامر المعنيين بعدم تفعيل الطلب ديالهم. هما كيصرحوا كيقول لك بان خرجت ميزانيه الترميم ميزانيه الترميم باقي ما شافوا والو. فهذا هو وضع كارثي كيعيشوه كما كتشوفوها معنا. كذلك الرياض حتى هو عامر حشرات وسبب لهم خطورة عليهم وعلى صحة الأطفال ديالهم. وهو المنزل كما كتشوفوا معنا. أنا داخلي كيفاش غادي خصكم مباشر أنا مباشر بعدي. فكذلك عندهم ضرر ديال الحديقة اللي هي حلاء اليوم وليها، هذه شي حديقة تخلوا عليها الناس ديالها، فمن هنا كيجيو الافاعي. وكذلك عندهم مشكل ديال شي واد الحار، هي الناس ما كتقرب كتعطيك. هذا هو الواد الحار كما كتسمعوا، فهنا فئران ثعابين ملي كتكون الشتا كيفيض وكيسبب لهم ضرر ضرر يعني الصحة ديالهم صحة الأطفال ديالهم. وكما كتشوفوا كيقول لك هذه حديقة سامحين فيها الناس يعني صبحت الحبوس، علاش ما يرمموهاش وتكون واحد المنظر سياحي. هذا الواد كما كتشوفوا معنا هذا مكان خطير، يعني حفرة ديال الواد وماشي مغطى. وكما كتشوفوا كيقول لك علاش ما تكونش هنايا شي منتزه اللي يستافدوا منه الساكنين ويستافد منه الجميع، وكذلك يحمينا ويحمي ولادنا. فكما كتشوفوا معنا فالمنزل هو هذا، هما عايشين في هاد الدروج هادو، يعني دروج كانوا عموميين ولكن اضطراريا كما كتشوفوا قاموا بإغلاق ديالهم نظرا للخطورة اللي كيجبروها يعني اضطراريا. ودابا دخلوا وتسمعوا أحد السكان يحكي لنا على المشاكل والمشكل اللي كيعانيوا منه. تفضل أخي سعيد، فبقوا معنا وسمعوا الامر بيدكم كما شفتوا معنا. فالوضع كارثي في هاد الدروج. السلام باش نعطيك المحور ديالكم. بسم الله السلام عليكم، معكم سعيد الحداد. انا كنسكن في هاد المنزل اللي حداكم، هذا المنزل د الاصهار ديالي د المزايب ديالي. مي حنا عايشين مع بعضيتنا بحال الخوت. حنا عندنا هذا المشكل هذا ملي
ملي كنت انا في الاداره في 2012 كنا جينا عندنا حمله هنايا الى اخره، وصلنا ديك الحمله جمعنا داك الشيء مورا داك الشيء شادين هذيك الباب، خرجت انا من العمل من الخدمه ديالي من هذا، بقات هذه الحاله على ما هي عليه الان، تزادت تراكمت ووقع هنايا مشكل ديال الاغتصاب، وقع مشكل ديال الروح، وقعوا مشاكل هنايا، فاضطرينا نمشيو عند السلطه، شدوا جعطونا البارير شدينا بهم هذا الدروج هذا، ودوا الباب فوقيه عدلوها وشديناها. علاش شديناها؟ شديناها من المشاكل والمصائب اللي كانوا كيوقعوا بالليل هنايا. كان كيوقع هنا الاغتصاب، كان كيوقع السرقه، كانوا كيطلعوا الاوس تيتوين، شحال من واحد جبرته مورا الساقيه، الشاود هادو ما كان هضر على الشاود. اما الصيحه قول لي واد دابا هذوك خلاص هذاك الهضره دايزه. هاد المنتجع اللي كتشوفوه خص يكون منتجع، هانتوما كتشوفوه هنا تقريبا يقطر الارض كامله سامحوا فيها الناس ديالها. الواد هنايا الى مشى وطاح الناس كاملين غادي يمشيو، ما عندهمش شي حل اخر. الواد المدينه القديمه كامله هو هنايا، هانتوما كتشوفوا معنا الى بغيتي الاخ ديالي صور لي هذا المقطع هذا، هذا المقطع هذا الى مشيتي وصمتي فعادي ضابطنا الواد هاو الطريق مع على برا 5 دقائق للشتاد هذا العام. هادي 3 سنين وكاراتيرا مقلوعة من الطاكتاك ما كاينش معناش عندناش منتخبين عندنا كيجيو خصهم الكرسي الشهرية ديالو كيف تفتش على التقاعد ديالو صافي فقط. أرى 4 سنين أرى آخر، صام علينا 4 سنين أو 6 سنين أو ما نعرف أو جاء آخر. الجماعة الأولية شوية كانوا كيخافوا من الله، أما هاد الجماعة المجلس هذا ما كاينش مع من كيهضر، كيقول تواصلنا مع هذاك يقول لك حتى الملف اللي عنده فيه مشكل، اين مشكل عندك السيد بكوري في هذا الملف؟ الميزانيه ديالو خرجوها الناس اللي قبل منكم. حاليا ما كاين والو في هذا الدروج اللي بيبعوهم، باش تعرفوهم السيد بكوري انتينا ساكن في العقبه ديال حلوف، راه فين كتسكن انتينا ماشي حتى 200 كيلومتر، لا انتينا ولا الاتباع ديالك ولا الدامون ولا حامد ولا كاملين بكم، كتجوزوا مني هنايا كتقلبوا وجهكم هيدا، ما كاينش اللي كيشوف فينا بعين الرحمه. هنايا باللي خصنا ندبزو مع الناس باش نشدو البارير باش ما نخليهمش يطلعوا مني هنايا. انا عندي بنات هنايا ما نقدرش نطلق لهم لان الليل عندي جوج بنات هنايا، عندي العائله ستيت وخسرنا عليها الزبابل ديال الفلوس باش نداويوها، عطات شي جرثومه هنايا ولا شي حشره، ودابا الله غالب. حنايا فيما كان كنطيحوا في شي مشكل مع الجماعه خصنا ضروري ما نجبدوا سيدنا ونجيو نصروه، الله ينصرو عاش بينا ولا بلا بينا، سيدنا ربي مكتب عليه الحكم عنده يحكم علينا، الله ينصرو الله يعاونو على المشاكل ديالو، والله عطاه صحته. اما انتوما الساده المنتخبين خصكم تجيو، بلا ما جيتوش هيدا عندنا نعملكم اللايف. انا عمي خيس وما كنعرفش انا في هاد اللايفات وما كنعرفش في هاد البوزات. الضرر طلع لي طلعنا نرلاص. الناس هنايا كيمرطوا، الناس مراتين راه كل شهر واحد مرض عندنا، كل شهر كيطلع اخر يدوز الطبيب. راه الناس كاملين هاد الجيران كاملين، راه المراه طارت قتلها الشجره في وسط الدار، المراه راهي اللي عايشه طارت قتلها الشجره في وسط الدار. واش حنا في الغابه؟ واش ما محسوبينش على تطوان؟ ومع العلم ان الجمارك راه هي كاسابلوكيا هي حديقه مولاي رشيد اللي كانت كتسمى بحديقه مولاي رشيد، ها هي دابا حيدوا لها حديقه مولاي رشيد وردوها حديقه رياض العشاق كما كانت شحال هذه، صعيب باش تكون شحال هذه، شحال هذه كان فيها البوك، كان فيها بزاف الحاجات، جينا حنايا خربنا هذه الدنيا هذه، اللهم هذا منكر، حنا وصلنا لكم هذا الشيء، وانتم تشوفوا العقل ديالكم. هذه الازمه كتراكم بالشتاء، حين كطيح الشتاء الخربات كاملين كيهبطوا الزبل، الثقافه المغربيه من تطوان للقويره كيخرج من السطح ويسيب لك ميكات الزبل الى الشارع الرئيسي باط كتفتح راه قدامك، هذا شارع رئيسي، وبما ان انا ساكن هنا شكون اللي غايسيب عليا؟ المدينه كامله غتسيب عليا الزبل، الاخر كيجوز من السوق كيسيب لك، يلا طلعت شوف تما حاشا الناس، الغائط باقي طري، البارح انا طلعت من تما راه كيطلع من تما من السوق ويقضي حاجه يهبط نطر لي طيغسل ويمشي بحال، اللهم هذا منكر، عينا نهضروا اضطرينا دابزنا وصلنا الكوميساريا، ماشي عاد باش نضطروا دابزنا وصلنا الكوميساريا على هاد الدروج هادو باش ما يبقاوش يطالعين هوادي من هنا، راه كيوقع كريمين هنا يا عباد الله، راه الامن ارتاح شي حاجه من هاد الدروج هادوما، راه الامن الناس قدامين بالامن كيعرفوا هاد الدروج مزيان شنو كيوقع فيه، دابا هما رتحانين من هاد الدروج هادوما حيت شديناهم السلطه ما عندها ما كتكتب للجماعه الجماعه
باش ما كاينينش واقيلا ربما ما كاينينش الناس كيجيو مورا الكرسي خصهم يجلسوا غير في الكرسي يضبوا الشعريه ديالهم يضمنوا مستقبل ولادهم ويضمنوا لا سينيسي راسو. دابا الحل ديالنا هو 1+1 كيساوي 2 الناس الثالث ان 1+1 كيساوي 2 هاد الشيء هذا تابع للجامعه الحضاريه هاد الشيء هذا ملك جماعي ماشي الملك ديال مواله هذا ملك جماعي يجيو يشوفوا الملك ديالو ما جاوش غادي ندخل نبني فيها هذا الحل ديالها ولا جيت نبني فيها غادي تديوني للحبس حيت نتوما دخلتوا الملك العام باش نشد باش نشد هذا المشكل هذا ونعمل الباب هنا حتى عاد نطلع غادي نحل الباب بجوج ساعات غنحلها بالنار ونشدها بالليل هذا الحل اللي عندي شنو كطلبوا قبيلات اللي قلت لي بان مكرانا تكون هنا عسى العسى الى مشات تفتحت هذا الباب هذيا وما وجاو خملوا هذا الشيء هذا خاص ضروري يكون هنا واحد الحارس عنده واحد الشاريه ديالو من الانعاش ما كنطلبوش احنا بالترسيم لان سيدنا قال ما كاينش الوظيفه ما غادي نزيدوش نخسر الرجل الاول في المغرب الله ينصره الله يطولنا في عمره قال ما كاينش الوظيفه احنا كنطلبوا الناس الانعاش اللي عندكم هنايا ولاد خالتكم ولاد حبيباتكم مسجلين وكيتخلصوا كشبح كاشباح خصنا واحد غا واحد منهم يتحيد ويجي السيد اللي غادي يقابلنا هادشي هذا هنا ليلا ونهارا ساكن هنا وكيقطن هنا وغادي يكون خدام هنا بحسب ديال الانعاش ما كنطلبوا حتى شي حاجه من هاد الناس اللهم لا منكر الواد هو طالع علينا دابا المشكل ديالو في الشتاء هاو البارح راه فرع لي الطوموبيل هنا فرع الطوموبيل هنا هاد الناس لاباس ديك الناس الله عمرها سلعه والناس عندهم منياش قال لي خاي ساعات شي هذا الله ما عندنا ما نعمو اجي تشوفوا بعينكم ها هو الا بغيتي تنضبط انت حيت حرايان ويجيب دواك اجي تهبط لا دابا نسيب ابني ونعمل له الفيديو ونعمل رايه نطيح في الدبير في الدار ما نقدرش نخرجو ها هي راه بنتي راه هي فين هي ما نقدرش نخرجها خرجت خسرنا عليها الزباب ديال الفلوس كتخرجني هنا كتلعب فين عادي تلعب خصني بالنسبه للكلاب اضطريت نعدل الكلاب هما اللي حناولي هما ماشي 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 100% المهم كاين واحد الهيبه تجرى بان كاين تجرى تما اما السور الفوقي كيطلعوا منه كيباتوا تما إلا طلع بالحس وما حس ما حسش بهذا الجرو تما كيبات تما كينعس تما صافي وهذا السيد هذا اللي كتشوفوه هو قدامنا هو اللي كنطلبوه يكون عساس هنا صافي ها هو ساكن هنا ابن المنطقة وابن عن أب عن جد هو ولد المنطقة ولد هاد الدروج هادو ما خلقوا ترابي في هاد الدروج هادو دابا كنطلبوا منكم ماشي كنرغبوكم لا ما كنرغبوكمش احنا كمواطن اللي وصلتك انت تما في الصوت ديالي الصوت ديالنا وصلتو تما وكضحكوا علينا لا الحكومه اللي السالفه شويه كان فيها شي حاجه ديال الرحمه اما نتوما ما هضرتو معنا ما لم نطقتو معنا جينا عندكم جريتو علينا ما استقبلتوناش هي اللي قال لكم التراكتورات عطا السيد بكوري قالنا نعطيكم التراكتورات ونعطيكم بيلان ونعطيكم بالات ونعطيكم فيسان وانتوما جيبوا يد العامله السيد بكوري انا ما عنديش الهكتارات ديال الارض الزينات باش نخدم لك انا 20 خدام هنايا من عندي انا ب 100 درهم في النهار خصك جدو المليون في النهار خصك جدو المليون في النهار باش تخمل هادي خصك سيمانه ولا 10 ايام حنا ما عندناش حنا الا جانا عندك مواطن ودفع لك الدوسي انت كجماعه اللي كنتي كتعاون جماعات اخرين على برا من تطوان ولينا حنايا دابا كنسعوكم باش تجيو تجمعوا لنا هاد الشيء هذا عباد الله عطيونا غير ابتسامه راه ابتسامه بوجه اخيك صدقه صاحبي وكتطلعوا الكراسه كتسيفوا كاملين اصاحبي كتكونوا كتسعوا كنت اراني بالساعه ديالكم هذيك الارانب اللي كيجيو مورا 200 دراهم مورا 100 دراهم هاد النهار الانتخابات كاملين مخبئين في الحوانت كاملين دبرتو عليهم كاملين عطيتوهم سوق الامام مالك كاملين عطيتوهم سوق سيدي المنظري كاملين بغض النظر يجبدهم لك بالاسماء 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 لا يسالونك من ينادي الى المواطن مواطن هو على راسه اللهم لا هذا منكر اللهم لا هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اذا هذه كانت شهاده حيه يعني السيد اللي ساكن هنا متضرر اول والاخر مشاكل دابا شعبكم مشاكل وكما يعني مشاكل مع المدمنين يعني صعيبه كتجي للدار ديالك مراتك داخل خوفانه كتخرج كتجبر اخر كيمارس الادمان ولا كيمارس الشذوذ ولا الله يكون في العون باقي معنا حتى داخل اخر من طرف السكان المجاورين اللي حتى هو قلبه كيحرق على هذا الشيء ديالك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انا من حي رياض العشاق كنتواجد الدار ديالي ماشي بعيده بزاف من هنا
ملي كنطلع الصراحه هاد الله فهاد الخربه هادي قلبي كيحرقني كنشوف لان حنا في 2020 وعايشين في هاد الحاله هادي وفي هاد السكان هادو اللي كتشوفهم حنا مضرورين الصراحه هاد الله لا من ناحيه ملي كتجي الشتاء هنا ملي كتجي الشتاء انت كتشوف هاد القوادس هادو ما كاملين كيفيطوا بالماء وكيهبطوا الحجر هنايا كامل من فوق هنا حتى شي قادوس ما محشي من تحت الارض كلشي من فوق من فوق قدر الدار تا هو شتي داك الدار راه هي ودا صورتي مع هذاك الدار راه هي هذيك الدار راه هي دابا مشات جبل القوادس ديالها حاشاك الكابينه خارجين في الهواء ما كاينش الاصلاحات بنية التحتيه غير موجوده هنايا دابا هنايا كانوا الديار هنايا وطاحوا رجعوا خربت دابا هاد المقطع هذا كيستغلوه جناكه كيستغلوه سكيريه كيستغلوه التلويط كيستغلوه جميع الحاجات كتكون هنايا اللي تضر في بالك كتكون هنايا دقينا انا مشيت عند الرئيس البلديه ومشيت عند القايده وقلت له بلي ان هاد المقطع هاد الخربات هادو ما قالت لك بلي ان الخربات تابعه للجماعه مشيت عند الرئيس قال لك بلي ان نعطيكم حنايا الكاميونات ونعطيكم نتوما اليد العامله واش حنا شباب دقينا ووصلناكم من ديك البلاصه هذيك باش تكذبوا علينا حنا باش نجيو نيشان اما تجي تشوفوا من حال هاد الخربه هذه وترجعوا هاد دابا الصراحة الله أي دار هنايا فيها الحشرات أي دار هنايا فيها الحياي أي دار هنايا متعرضة للخطر لا من ناحية الشتا دابا غير هاد اليومين طاحت غير قسم الشتا راه وقع الفيضان هنايا راه ما تجبر بنادم لا كيقزله من هنا لا حتى شي حاجة والعموم هاهي الطريق كتوصل هاهي البلدية قدامنا هاهي الديوانة قدامنا هادي رياض العشاق هادي علاش ما عرفناش علاش عاملينها هادي هي أصلا الناس كيمشيو كيجيو منها كيطلعوا وكيجيو منها علاش اضطرينا هاد السيد العساس عمل البريره من هنا وشدوا الدم من فوقي علاش باش ما يوقعش الاغتصاب باش ما توقعش السرقه باش ما توقعش الله حفظ الطحشي يروح هنايا شي نهار جبر شي راس مقتول هنايا اولا شي سيد ميت حنا ولادنا كنخافوا عليهم ماش كنخافوا عليهم كنخافوا عليه الله حفظ الطلاق له يلعب هنايا كيشوف القطوط كيشوف بزاف د الحاجات ما كيعرفش يعني كيمشي طول يدو تعطوا اي حاجه واش حنايا في 2023 وعاد كنجدوكم لان نتوما ماشي معانا وانتوما اصلا مولين البلاد نتوما عارفين هادشي هذايا وانتوما اصلا عارفين طالقين السلطه ديالكم وعاملين المقدميه ديالكم وعاملين الحمد لله اللجنه ديالكم واش هاد اللجنه ما كتوصلكمش هاد الدار اللي عايش فيها هاد المواطن راك كتي اكثر 45 دار هنا اللي ساكنين هاد الناس هادوما اكثر 45 دار عملت عريضة أنا عندي 32 شكاية 32 شخص اللي عندي مزمم ودفعت للحكومة الجديدة اللي كانت قبل ما هادشي هدايا كانت عطاتني خرجت الميزانية هنايا بالغازو بالضو ديالها بالمسائل ديالها مشيت لعندهم كنقول لهم عطيوني غير رقم ديال الملف باش نتابع القضية قال لك لا لأن الحكومة الأولى عندنا مشكل دابا هاد الحكومة شنو مشكل عندكم خصنا غير نعرفوا شنو مشكل أنا كنشوف جميع الشباب خدامين في الإنعاش حتى شي واحد ما كيدخلنا هاد الخربه هادي يخملوه علاش خصنا نعرفوا فين هو السبب فين هو الخلل واش فينا ولا فيكم كنظن لي ان وصلتوا الكراسه وجلستوا واذا عيو تعطيو شي واحد اخر يخدم في عوضكم صراحه هاد الله ولكن تسناو التقاعد ديالكم اول حاجه خافوا من الله راه ديك الكرسي قبل ما كتجلس عليه راه كتعدي القاصه مش كتعطي القاصه باليمين وكتدي بالشمال مايمكنش انتوما ولادكم يقدروا يعيشوا هدايا أستاذ الرئيس أنا كنعنيك أنت الرئيس البكوري اللي ساكن قدامنا ماشي بعيد علينا راه أنت قدامنا في عقبة الحلف واش ترضى لأن ولادك يعيشوا هنايا فهاد المزبلة هادي حشومة عار شوفوا من حالنا واجوا عملوا الواجب ديالكم حنا ما كنطلبوا منكم والو كنجيو كنقول لكم خملوا هادشي هدايا باش يرجع هادشي هدا يطلع منه أي واحد ويخرج منه أي واحد وتعدلوا الاناره وتعدلوا الكازو وتعدلوا بزاف ديال المسائل اللي عاد تعدل هنا هاد الناس هادو ما والله ما كيخافوا ولا كيخافوا ولا كيحشموا صراحه الله لان حنا دقينا جميع البيبان رشدناهم وعملنا جميع الحاجه اضطرينا نخرجوا من اللايف انا ما عمري اصلا لا تواصلت لا مع شوف تي في ولا حتى شي حاجه شكرا جيتون عنا وبلان حنا وصلنا نتيتا وصلت لينا الدبره انا قلبي كيحرقني فهاد المقطع هذا كنشوفو ضايع علاش ما تكونش حديقه الحيوان ولا تكون شي قهوه هنايا اولا تكون شي عساس هنايا اللي يحمينا دابا حنايا عاملين تجره هنا نهار اللي عطشي جرو ولا شي حاجه هذا غير قانوني عرجعوا عاودنا القانون نهار اللي ندابز انا هنا نجبر شي واحد هنايا اولا طالعني السطح اولا كذا عام اديني للحبس اذا انا كهنايا كنناشدك واذا عملت شي حاجه راه على المسؤوليه ديالك السلام عليكم خطوره بزاف دائما المشاكل دائما راه رجال الامن
قايمين بالواجب ديالهم ولكن عياو. كل نهار يجي يدي شمكار، كل نهار يدي شمكار، يدي شمكار تلاقلو غادي يجي هنا، يدي شمكار تلاقلو غادي يجي. كيبيعو هنايا، كيبيعو الباستيات، كيبيعو السولوسيون، كيوقع الزينة، كتوقع بزاف د الحاجات. يعني إذا طلعتي وتشتي عاد جبر هادي كتوصل من مدينة تسويقة في نفس الوقت ملغية، في نفس الوقت ما كايناش. علاش؟ هما كاملين هاد الرؤساء هادو هما كاملين ملي كيكون عندهم اجتماع العام كاملين كيجوزو من هنا. لا زهير، لا عمر تحايك، لا عادل، لا بكوري، كاملين هادو هما كيجوزو من هنا. ودامون وحميد هادو هما كاملين كيجوزو من هنايا، كاملين ما كتشوفو والو، حتى شي حاجة ما كتشوفو. حميد ولد المدينة القديمة، ولد السويقة. علاش ما تجيش هنايا وتعدل هادشي هذا، تعدلو وانت مرتاح والضمر ديالك مرتاح. طلب الاخرين يجي يشوفوا هاد الحاله هذه ويشوفوا بعينهم ويجيبوا اللجنه ويشوفوا وما كيبقى النظري ديال نتعاون طبعا. انا نجيبوا العمال ماشي نتعاون معاهم، شي حاجه زايده على نتعاون معاهم. علاش؟ سنين نشوف المدينه منوره كما كانت في الاول. راه كانت هضريه العشاق، راه كان انا فاهم، خلي على الله وصافي. راه الحوت الماء دابا شنو نبقى انا تشفرت؟ علاش هما هملوها؟ ديفو منو من هنا. والسلام عليكم. هضره في موطا اخي. اذا كما كتشوفوا معنا هادو هما تصريحات بحرقه على الوضع الصعيب اللي كيعيشوه الساكنه ديال هاد المنزل وكذلك الساكنه المجاوره. الوضعيه صعيبه. كما شفتوا معنا فالحاله كارثيه، ما كيطلبوا والو، كيطلبوا هاد ما كيطلبوا والو، كيطلبوا هاد الجوله اللي غنقوموا بها دابا حتى يتخمل ويتعدل العساس هنايا. يتعدل العساس هنايا، راه هاد الناس في الشتاء نضروا، الشتاء الاخريا نضروا ضروا، دخل عليهم الماء، دخل عليهم الماء مضطهد الحيط، نضروا بزاف. كيطلبوا المسؤولين كينشدوهم بحسره، يعني مطالب صغيره، حنا ما قادرينش على هادشي. راه السيد في الشتاء شي كامل هبط عليه هنا بخاول، اللي يقدر يباع عادي الله يقدر يباع عادي هادشي. يعني الخربه كيطيح داكشي كامل عليها كيجي له مورا الدار. شي مره طيح الدار ديالو مسكين فايس. ما عندوش شي فينيسك، راه عنده وليدات. انتما كتشوفوا هذه الحاله. هذا هو واد الحر، ها هو كيخرج له. راه هادشي راه كدوز بنت ولا شي حاجه تعمل يدها هنايا تعملها في هادي. هي الحاله الكارثيه اللي كيعيشوها. يعني كيطلبوا الضرر، هادشي يتخمل يتشطب، هما بيدهم الساعه الدين يعاون، ولكن اليد الواحده ما يقدروش. هادشي خصو ميزانيه، وبوحدهم ما يقدروش يعوضوا هادشي. كيطلبوا الترميم ديال الدروج هادوما، راه كانوا الدروج مع شحال سنه وما عندهم، راه قدامين، راه في العهد الحمايه كما سمعتوا. فكيطلبوا برفع الضرر، هادشي يتخمل ويبقى منظر من هنا كيناقزوا. هاي الباب، الباب اللي كنا عاملين الباب شفته، ولكن ما كيناقزوا من هنا. من هنا كيناقزوا، ماشي بعيده مترو في مترو في مترو. كيفاش كيناقزوا؟ من الكاميرات ما خلينا ما عندنا مشاكل. راه الكاميرات فين وما راه هذيك، ولكن اخر من عاد جبروا لاباس ملتقى النع كيفاش عاد قبض. كيجيبوا كابوتا ويدخل ويسكر، لكن ما كتسمعوها. هذا الشيء كامل كيهبط بالشتا، كيهبط عليهم، كيهبط عليهم. هانتوما كتشوفوها عياو كيالي، وانتوما كتشوفوا الحجر كيكالي زعما شويه ملي كتجي الشتا، ولكن جهد الله. هادشي هذا راه حنا عملنا باش ما بقاش هذاك الشيء هو، راه مازالك يمكن حتى شي حاجه. في الشتا كيضروا، انتوما كتشوفوا الحاله صعيبه. حنا كنخلفوا في الشتا ما تقدرش يطلع منهم. هذه هي الباب، الباب اللي عملوا حاولوا يحميو شويه، ولكن كيناقزوا من هنا. شحال تحمي ولكن ناقزوا من هنا. تخرج من هنا التسويقه، فالساكنه كتقول لهم فتحوا الباب، فتحوا الباب. من هنا تهبب من هذه الكارثه، شحال تجي تشوف. هذا السور المدينه القديمه. هنا كانوا كان عطيه احتياج، هنا كانوا بانيين. انت ما كتشوف كانوا بانيين هنايا بحال السكن كيتمارس فيه الشذوذ الجنسي والاغتصاب والرذيله اي حاجه تحكم على البال. فطلب بسيط، هادشي يتخمل، هاد الحجر يتزالو وكذا، ويكون واحد المنظر سياحي هنايا، ويعملوا عساس يعيس باش ما يبقاش يجي
اخر جان كيخصو يجي هنا الله يعفو عليه الله يهديهم، اخر سكايري خصو يجي يتخبى هنايا يتم الترميم لهذ الصوره هذا، وهذه هي المطالب ديالهم. فمتابعينا كنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنكون نتمنى توفقنا في ايصال صوت هاد الساكنه اللي كيعانيهم هاد المشاكل اللي شفتو معنا. فنتمنوا ان شاء الله من السلطات المعنيه استجابه للطلب ديالهم، وتحرروا شويه وارتاحوا شويه من الضغوطات اللي كيعيشوها، ومن الخلعه على وليداتهم. يعني اخو سمعتوا عنده بنات وانتم كتشوفوا هاد الحاله والدرجات مخليه، فصعيب صعيب بزاف. فكنتمنوا الرساله ديالنا تكون وصلت، شكرا على المتابعه ديالكم، نتلاقى في مباشر جديد ان شاء الله.